دكتور عماد، حنايا غادي نتكلموا اليوم على مشكل الدوالي لي فاريس اللي كيكونوا ناتجين في حالات كثيره عن مشكل في الدوره الدمويه، واللي مع ارتفاع درجه الحراره كيؤديو الى انتفاخ القدمين والساقين الى الام وغيرها. وكنعرفوا ان ارتفاع درجه الحراره شنو كيجي معها بزاف ديال الامور اللي كيمكن تبان، خاصه ما هو حساسيه وما هي صدفيه لابسوبياسيس. اذا الصدفيه اللي عندها واحد الهيجان كثير في هذا الفصل هذا، اللي خاصه ملي كترتفع درجه الحراره الدم ديالنا كيولي الوتيره ديالو باش كيمشي بواحد الطريقه سريعه، وهنا كترتفع حتى درجه الحراره ديال الجسم ديالنا. بهذا الارتفاع هذا كيرتفعوا الهيستامينات في الدم ديالنا، وهذا الارتفاع ديال الهيستامينات اللي كيرتفع كيمكن يزيد لنا من الحده ديال الصدفيه اللي كيعانيوا منها الاطفال والكبار. فانا اليوم كنقترح عليكم وصفه طبيعيه باش نبردوا هذا الحريق هذا او هذا الالام هذا اللي كيجي ديال الصدفيه، وخاصه ديك الحكه المفرطه اللي كتصاحب هذا المرض هذا. فهنا غادي نستعملوا جوج ديال المكونات، غادي نستعملوا الزيت اللوز الحلو، هذا غادي يكون كمكون اللي غندوبوا فيه الروح ديال العطرشه. اذا الروح ديال العطرشه او الويل اسونسييل دو جيرانيوم 10 ديال النقيطات، ومعلقه كبيره ديال زيت اللوز الحلو. كتخلطوا هاد المكونات كاملين حتى كتحصلوا على مركب متجانس، وهاد الماده هادي او هاد الوصفه هادي كدهنوها كمساج في البلايص كاملين اللي عندكم فيهم هاد المشكل ديال الصدفيه، مساج ديال 10 ديال الدقائق، وكتباتوا به. العمليه كديروها كل ليله حتى كتبرد هذيك الصدفيه وكتراجع، وما كتبقاوش كتحسوا بالحكه والاحمرار في ديك البلاصه ديالها. دكتور عماد، شنو اللي كيسبب الدوالي هما دوك العروقان اللي كيقدروا يكونوا صغار او كبار كيتطنبوا على مستوى الركبه والخلف ديال الركبه، وكذلك يكونوا على مستوى الفخذين، على مستوى الساقين وحتى الاسفل القدمين؟ شنو اللي كيسبب الدوالي؟ والدوالي اللي عند السيدات مثلا كيقدروا ايضا يكونوا دوالي اللي ما كيبانوش غير مرئيه، واللي كتكون مثلا داخل الرحم. هذه حاله ايضا اللي تعانيوا منها الكثير من السيدات. نعم. وعاد كيكتشفوا من بعد انه عندهم دوالي. شنو السبب ديال الدوالي؟ اكيد وكاين حتى منطقه الثدي حتى هي كيكون فيها هذا المشكل هذا ديال الدوالي. السبب ديال الدوالي هو النمط العيش. اذا الحياه ديالنا كيفاش كنستعملوها؟ ان اول حاجه كيكون عندنا الحركيه، الانسان ما كتكونش عنده واحد الحركيه يوميه، حركيه صحيه كنهضروا عليها. اذا شنو الحركيه الصحيه؟ على الاقل واحد نص ساعه ديال المشي في اليوم. التغذيه حتى هي كتلعب دور، الا ما كانتش عندنا تغذيه متوازنه اللي غنيه بجميع المواد المغذيه، منها فيتامينات، منها الياف، منها املاح معدنيه، فما كيمكنناش ان نبقاو محافظين على الصحه ديالنا. كنزيدوا الماء. والدوالي شنو كيسببها؟ ان عندنا العريقات، هذوك العروق اللي كيمشي فيهم الدم، فيهم واحد بحال واحد السد الصمامات، اذا بحال واحد السدادات اللي كيتسدوا. ملي كيهبط الدم لتحت لاسفل كيتسدوا دوك الصمامات، وعاوتاني كيعاودوا كيتضغطوا وكيمشيو للفوق. اذا الدم هنا شنو كيوقع؟ ان ديك المرونه. شنو هي المرونه؟ ان ملي كيهبط الدم في هاد العروق هادي كيبقى ما كيطلعش للفوق. علاش؟ لان المرونه ديال العروقه ما كتبقاش، كيترخاو. اذا هنا كيبقى لنا داك الدم مجموع تما، يا اما كيدير لنا تشوهات في هذوك العروقه. اذا العروقه ما كيبقاوش شادين ديك لا فورم ديالهم سيلندريك، يعني داك الشكل ديالهم اللي كيكون مستدير وطويل في شكل يعني دائري، ولا كيولي لنا مشكل ديال تكبد الدم في بعض المناطق، هو اللي كيعطينا هذا المنظر هذا. اذا ولكن ما تخلطوش الدوالي مع الشبكه العنكبوتيه، يعني كيكون واحد العريقات صغيوري اللي كيكونوا باينين، وما تخلطوش الدوالي مع الناس اللي كتكون عندهم اللحم بيضه بزاف وكتكون شفافه وكيبان شنو تحت منها، يعني كيبان هذاك العريقات اللي كيكونوا في ذاك اللون اخضر، فهادو حتى هما ماشي دوالي. الدوالي هما انتفاخ ديال العروقه، العروقه كيكونوا منفوخين وكيكونوا دايرين بحال الوليسات، اذا على المستوى ديال العروقه بحال شكل ديال الولاسس كيكونوا باينين وبدرجة الحدة ديالهم. نعم. إذا كيكونوا في الأول ما كيضروناش، ولكن كاين بعض الناس اللي كيوصلوا لدرجة الآلام، كنوليو كنحسوا بالحريق في الرجل ديالنا، كنحسوا بالحريق في الجهة ديال الركبة ديالنا، كنحسوا بالرجل ديالنا ثقال بحال الرجلين ديالنا هازين واحد الثقل كبير. إذا هادو هما المشكل اللي كيمكن يسببوا لنا الدوالي.
وحنا غادي نشوفوا طبعا كل اسئلتكم وكل سؤال له جواب. تكلمت قبيله على الثالاسوثيرابي. الثالاسوثيرابي هي العلاج بماء البحر واللي اليوم كاينه معاهد متخصصه فيها واللي كتكون مكلفه، علما انه الماء ديال البحر يعني هو مجاني وفي متناول الجميع. فاليوم بغيتك تكلم لينا دكتور عماد على منافع الماء البحر والامواج البحر وداك الارتداد ديال امواج البحر على الساقين او القدمين اللي كيكون في هذا المشكل ديال الدوالي. فنعم، فاي حاجه اي حاجه تذكرات في القران الكريم الا وعندها واحد المنفعه كبيره. فالبحر، البحر كله مزايا وكله منافع. فغادي نبداو اول حاجه باللون ديال البحر، يعني داك لو غوفلي ديال السماء في البحر اللي كتعطينا داك اللون الازرق. فبينت الابحاث او ما يسمى بواحد العلم جديد، هو كيتسمى العلم القزحيات، يعني العلم ديال العين. اذا هذاك العين، من خلال العين كيمكننا نعالجوا بزاف ديال الامراض، وهاد الالوان او هاد العده الوان كيمكننا نستعملوهم في العلاج، منهم هاد اللون الازرق هذا اللي كيتعتبر لون مضاد للاكتئاب. إذن اول حاجه ان الانسان ملي كيدخل البحر كيحس بواحد الراحه كبيره. علاش؟ لان ديجا ملي كيشوف هذا اللون الازرق كيرتاح. هذه من جهه، من جهه اخرى كيطلع لينا اليود. اذا اليود اللي كيكون عندنا في هذا الماء ديال البحر كيمشي لينا لين، كيمشي لنا الغده الدرقيه. تفكروا معايا ان شحال من مره قلت لكم هذه الغده الدرقيه، لا تيغويد غده من اهم الغدد اللي عندنا في الداس ديالنا، هي ذاك الميزان اللي كيوازن الغدد. فملي كنعطيو هذا اليود الطبيعي كيمشي وكيمشي لينا لهاد الغده، حيت اليود هو ذاك المحفز، هو الماده اللي كتخلي الهرمونات يتفرزوا بطريقه طبيعيه. اذا كيمشي لينا الغده الدرقيه ديالنا وكيوازن لينا الافرازات ديال الهرمونات ديال الغده الدرقيه، بما فيها ان الغده الدرقيه كتوازن لينا الهرمونات الاخرى. هذا كنهضروا على برا. فاذا خدينا هذا الماء ديال الملحه مثلا وحطيناه على على البشره ديالنا، باش غني؟ غني بالزنك، غني بالاملاح المعدنيه، غني بالمواد المعالجه للبشره. وعادي الا خلطنا الماء مع الرمله فهنا كيكون عندنا واحد المركب متكامل. هذا المركب شنو كيدير؟ كيكون مركب مبيض، مركب مرطب للبشره. وفاش غادي ينفعنا هنايا الماء ديال الملحه، الماء ديال البحر عفوا والرمله؟ هنا كتنفعنا اننا كترجع لينا ديك القوه العضلات. اذا ما تنساوش بان العروقه راه دايرين بهم واحد العضلات، هذوك العضلات اللي عاوناهم باش يتشدوا وباش كيجمعوا راسهم، فهنا كنوليو كننقصوا داك الثقل على ذوك العروقه، وهنا كنحسوا بان حتى الدوالي كيهبطوا. وبالنسبه للناس اللي معرضين انهم يتصابوا بالدوالي، فانا كنصحهم يستعملوا البحر كوقايه كذلك. اننا غير ملي كنتمشوا على الامواج كما ذكرت اخت سناء، او اننا نتمددوا فوق الرمله فاحنا كنستافدوا. وكاينه مساله اخرى، اننا كناخذوا شويه ديال الرمله اللي كتكون فاسقه وكندهنوها على الداس ديالنا. كنا كنشوفوا الاجانب كيديروها في بعض الحالات وكنا كنستغربوا لهذه المساله، فهي مساله جد مهمه اننا كندهنوا هذه الرمله ونجلسوا بها على الاقل واحد خمسه ديال الدقائق ومن بعد كنغسلوها، فكونوا على يقين غتعطيكم واحد الفائده كبيره للداس ديالكم. كتحس السيده بواحد لو سولاجمون، يعني بواحد بحال رجليها كيخففوا، ونزيدوا عليها انه الماء ديال البحر كيكون بارد. نعم. والناس اللي عندهم مشكل ديال الدوالي كيحسوا بحال بالسخونيه اللي كتكون عندهم في الاقدام، في الساقين او في الفخذين. فخص السيده تمشى، وماشي غير تمشى ربما على الشاطئ، مهم انها تدخل وبحال كدابش شويه مع دوك المواج. أكيد. لان ديك الحركه كتنشط الدوره الدمويه، وغادي ان شاء الله تعطيك واحد الاحساس، واحد الانتعاشه. غادي ناخذوا مستمعات على الخط، وكلهم في الحقيقه دابا ثلاثه المستمعات اللي معنا في مدن ساحليه. الحمد لله. غادي نبداو مع الاخت وفاء اللي معنا من الصويره، وغادي ناخذوا الاسئله ديالهم ونشوفوا الاجوبه. معنا ليلى ومعنا زينب. اهلا بك وفاء. اهلا اختي سناء، كثير لاباس عليك؟ الحمد لله، الله يبارك فيك وفاء. لاباس عليك؟ بخير اختي، ملي كنسمع صوتكم. مرحبا، شنو السؤال ديالك؟ شنو سؤالك على الدوالي؟ والله العظيم الا كتفيدنا بزاف الدكتور. شكرا سناء، حتى انت حيت التفصيل بحال الدكتور. مرحبا مرحبا. هذا واجب اختي، الله يبارك فيك. مرحبا. يعطيك الخير. عفاك الدكتور، بغيت نسولك انا في الحقيقه خايفه بزاف، لانني المهم انا دابا يلاه ولدت شي عام تقريبا. ما كانش فيا نورمالمون لي فاغيس، ودابا باش تنبان ليا بين الساق والفخذ، ربما ما عرفتش بسبب الوقفه في الكوزينه ولا بسبب الجلسه في الطرفو. فبجوج بهم كيمكن يديروا هاد. تنطلع مع الدرج ونزل، الله يستعليك. اش من نصائح اللي تقدر تعطيني؟ معنا ليلى، صباح النور ليلى من الدار البيضاء. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. صافا سناء، دكتور عماد كلشي بخير؟ الحمد لله، الله يبارك فيك اختي. الحمد لله. بغيت نسولكم على ماما.
اييه ماما عندها لي فاغي تفرج ليها بزاف ودغنيغمون ولات كدير الليبا كدير واحد الماساج مي ديما رجلها ثقيله عليها وكتعطيها صداع بزاف من مورا الركبه يعني الا كان شي حاجه ان شاء الله شي وصفه طبيعيه للمساعده غادي نعطيها لك ان شاء الله. واش الام ديالك غتقدر مثلا تهبط تمشى على شط البحر كيف قلنا في المواج في الرمله؟ ماما ما كايناش في كازا ماما في بني ملال. دونك ما عندهمش البحر. ما كاينش البحر. ولكن ممكن نسولكم واحد السؤال خارج على الموضوع شي يلا بسرعه يلا مباشره السؤال باش نجاوبوا بسرعه لانك باغي كاين اتصال. ميرسي يلا. انا كان عندي نمج في وجهي ودغنيغمون ولدت ولا عندي بزاف يعني فرونسي سارتو تحت العينين وما كرهتش وصفه باش تصفي ليا شويه الوجه. واخ تاخذي معلقه كبيره ديال الزيتين الشوكي. بلاتي معلقه كبيره ديال الزيتين الشوكي ومعلقه كبيره ديال الزيت السلميه غتخلطيهم وغديري بهم مساج في البلايص اللي عندك فيهم النمس والبلايص اللي عندهم فيهم داك السواد مساج 10 دقائق وغادي تخليه تباتي بهذه الوصفه هذه يوميا تداومي عليها حتى كيمشي داك الاثار ديال هاد الكحوليه هذه. وضروري طبعا ليكرون سولير في النهار ضروري ضروري اوبليغاتوار هذاك. تهلا في راسك ليلى غادي ناخذ زينب من اكادير. اهلا بك زينب قالك على الدواء اللي زينب. المهم عندي انايا بنتي عندها 23 سنه عندها لي فاغيس خارجين ليها العروقه رقاقين في الجناب ديال الكرش ديالها ورا الركبه وعند السيقان ومشات لعند الدكتور غير الطب العام قال لها ديري الزيت اللوز الحلو ودارته قالت لي ماما باقي فيا هذاك الشيء وعندها هي حمرين رقاقين على الجهد. دابا واش الجلسه مع خدامه وداك الشيء واش كتبت الجلسه ولا ما عرفتش ما خلات ما استعملت ديال الزيوت دارت الزيت السالميه دارت ديال الزنجلان دارت نعم. زيت اللوز دهنات بلي كريم وباقيين فيها فكاع الزيوت اللي ذكرتي حتى شي وحده فيهم ما غادي تعاونها في المشكل ديال الدوالي لان الدوالي خصنا مواد اللي كترجع لنا المرونه ديال العروقه ومواد اللي كتشد لنا العضلات فخليك في الاستماع ان شاء الله فغادي نعطي وصفه لهذا المشكل هذا ديال الدوالي وغادي ان شاء الله تعطي نتيجه. هي اللون ديالها بيضاء بالبشره تاعتها بيضاء للجهد. لا فهمتك لا عرفت شنو عندها هذه ماشي دوالي هذه بدايه ديال الدوالي او دوك العريقات العنكبوتيه اللي كنت هضرت عليهم فهمتي وكاين بعض وجيت الكرش يقدروا يكونوا دوك التمزقات الصغار لي فيغجيتور فهمتي يقدروا يكونوا ماشي دوالي ولكن هذه الوصفه اللي غنعطيك كتعطي مرونه للبشره ديالنا اللي كتعالج لا لي فيغجيتور ولا حتى الدوالي صافي خليك في الاستماع. واش عندها وزن زائد بنتك؟ نعم استاذه. واش عندها الوزن زائد؟ لا عندها 54 كيلو. يعني ما عندهاش الوزن زائد واخا خليك معنا في الاستماع على زينب حنا ان شاء الله غادي نجاوبك ويعطيك دكتور عماد وصفه اللي غادي توالم بنتك الله يخليها لك. غنمشيو الان مدينه مراكش. الو اختي سنه كيف لاباس عليك؟ الحمد لله الله يبارك فيك. يا اختي سنه كنبغيك بزاف والله هي العزيز عليا. شكرا لكلام يا محبه متبادله وحنا في الخدمه. شنو سؤالك الدكتور عماد؟ انا عندي بغيت نسولها واش للدوالي عندي شي حبوب في الخفاض ديالي فوق الخفاض ويديا بغيت نسولها شنو الدوالي هادو؟ لا نعم حبوب ولا شنو ولا عروقه؟ عروقه غلاظه شويه داك بحال قلتي الدم تحبس ليا في تما. نعم ولكن واش فوق البشره ولا من تحت البشره؟ من تحت الجلد ولا فوق الجلد؟ لا فوق الجلد. نعم فهادو اختي خصك تشوفي اختصاصي في الجلد لان يقدروا يكونوا مرض اخر ماشي مشكل ديال الدوالي. دكتور عماد باش نزيدوا نشرحوا لمستمعاتنا ملي كنهضروا على لي فاغيس او الدوالي شنو هي بالضبط كيفاش كتكون؟ نعم فالدوالي كما قلنا كتكون في بعض المناطق اللي كيكون عليها واحد الثقل اذا وفي الغالب كتكون قلنا احنا مورا الركبه ولا في بعض الحالات في ليمول يعني في الرجل ديالنا وكيكونوا داخلين لداخل يعني بشكل عروقه داخلين يعني من تحت الجلده عروقه اللي كيبانوا كما كنقولوا احنا منفوخين بحال الشعيرات او كيقدروا يكونوا عروقه يعني على قدو كيبان هكاك زرق او كيبان بحال مطنب مطنب وبحال فيه كويرات كيكونوا فيه واحد الكويرات صغيورين بحال وليسيسات صغار فهادو هما اللي كيكونوا الدوالي وهادو هما اللي كنهضروا عليهم. فاذا لمياء انت ما عندكش الدوالي الحمد لله. بالنسبه لهذا الشيء اللي كتقولي شنو خاصها دير دكتور عماد؟ فاكيد انها خاصها تشوف اختصاصي في الجلد لان سيرتو ملي كتجي على المستوى ديال اليدين والفخذين فانا يقدر يكون شي تعفن هو اللي عاطي هذا المشكل هذا. يلا سير شوف الطبيب وما يكون باس عندك. غادي ناخذ فاطمه الزهراء معنا من تطوان. اهلا بك. الو صباح النور تطوان.
صباح الخير، صباح انا لاباس عليك. الحمد لله. الله يبارك فيك. كنشكركم بزاف على هذا البرنامج، فريمون كنستافدوا منه بزاف. تبارك الله عليكم وتبارك الله الدكتور. الله يبارك فيك. انا عندي 3 كيسيون. مرحبا. الاولية هي انا ظهروا لي شي مع تخطط بويض شحال مارس و تيمبيون بويض وزورق ما عرفتش واش ديفاريت ولا لا في الظهر ديال الركبة ديالي. واش اجل الوقوف ولا شي حاجه اخرى؟ ولا دوزيام كيسيون، راجلي عنده لا بسيرياسيس، ظهرت له في وجهه بزاف كترجع له حمره بزاف، ودابا وقت ما كانت عنده شي جرحه في لو كور ديالو كترجع له بسيرياسيس. مسكين كيعاني، يدير لها لا بوماد كتكون مزيانه بالحق، اذا قطع لا بوماد صافي كترجع له. واش السؤال الثالث؟ السؤال الثالث هو انا دغنيامون تحرقت شويه في وجهي. وكندير تريتمون وما عرفتش واش شي حاجه اللي ما تخيليش لا تراس ولا شحال تقريبا انت كديري تريتمون؟ شحال المده انت كديري تريتمون؟ يلاه دابا 5 جوغ. يلاه دابا 5 جوغ. تريتمون يقدر يمشي معك حتى لشهر، حتى لشهرين، حتى 3 شهور. باش تحرقتي في وجهك باش؟ سوبرفيسيال، ماشي داك الحريق. قولي لنا فاطمة الزهراء، انا ماذا بيا نعرف باش تحرقتي في وجهك شنو طرا؟ واغي واحد الكيكه وصافي. داكوغ، دونك كنتي في الكوزينه. الهبه ديال الفران طارت عليا والحمد لله على الطفل. الحمد لله اللي فريمون داكشي كان سوبرفيسيال. ودابا شنو بقات عندك، حموريه ولا شنو؟ دابا من درت واحد دو بوماد، بقات عندي فريمون ديك البلاصه فيها شويه الحموريه وصافي. شنو باش نصحها دكتور عماد؟ نعم، فانا غادي تاخذي زيت لوز الحلو وزيت البابونجا تخلطيهم بجوج معلقه كبيره من كل زيت، وغتولي كديري بها واحد المساج في الليل على البشره ديالك. الحريق ديال الفران ولا اي حريق كيكون في الكوزينه ولا ديال الطياب مباشره من تقاسوا به كناخذوا، قلنا كنت قلتها، كناخذوا البنان كنحيدوا البنان لداخل ديالها، وداك وكديك القشره لداخل ديال القشره هو اللي كنحكوا به على الوجه ديالنا ولا البلاصه اللي وقع لنا في هذا الحرق. كنخليوها واحد 10 دقائق ومن بعد كنغسلوها، لان هنا عندنا التريبتوفان وعندنا لاميدون كيجمعوا لينا هاد الحروق وكيحيوا لينا البشره اللي تما. هذا من جهه. من جهه اخرى الصدفيه، غادي ناخذ الوصفه اللي عطيت، معلقه كبيره ديال زيت اللوز الحلو و10 ديال المقيطات ديال زيت العطرشه، زيت او الروح ديال العطرشه، الويلي سونسيل دو جيغانيوم، 10 مقيطات ومعلقه كبيره ديال زيت اللوز الحلو، كتخلطوهم كديروا بهم مساج في البلايص اللي عندكم فيهم هاد الصدفيه، مساج ديال 10 ديال الدقائق وكتباتوا به. هذا من جهه. من جهه اخرى بالنسبه لدوك الخطيطات البويض اللي عندك اختي فوق الركبه ديالك، فهذا ما عنده علاقه بالدوالي. هنا شنو كيوقع؟ كيوقع ان البشره كتمزق في ديك البلاصه، ما كتبقاش عندها واحد شويه ديال المرونه ديالها. النصيحه اللي غادي ننصحك انك تاخذي زيت ارغان للجميل، تاخذي منه شويات واللي كدهني به كمساج على ديك البلاصه اللي عندك فيها هاد الشريطات هادو البويض. وكاع الاخوات اللي عندهم هاد المشكل ديال كيحسوا بواحد الشريطات بويض سواء في لي هونش ولا سواء في الركابي ديالهم، اي يعني في البلايص اللي كتمدد فيهم البشره، مساج ديال 10 ديال الدقائق في الليل وكتباتوا به، كدوموا عليه يوميا زيت ارغان الجميل يوميا حتى كيحيدوا هاد الخطيطات هادو. تهلا في راسك فاطمه الزهراء، كنسلم بزاف عليكم بتطوان. حكيمه معنا من الدار البيضاء عندها سؤال ويكون اخر سؤال على لي فاغيس قبل ما نرجعوا لك دكتور عماد. مرحبا. اهلا بك حكيمه. الو السلام اختي سناء، لاباس بخير؟ في عندي سؤال على هاد لي فاغيس. ودابا انا ما كانش فيا، حملت المره الاولى ولدت والولاده ديالي الثانيه تركبوا ليا ولاو عندي. نعم. عندي في الجهه اليسرى عندي شويه هما عريقات خارجين ياك، وكيحقوني فاش نحط عليهم يدي تلقى مسخان، خصني بقيت واقفه ولا شي حاجه. فين عندك بالضبط؟ في الساق ولا في الفخذ؟ نعم عندي في الفخذ وفي الركبه، في الثانيه ديال الركبه. وهاد العروقه صغيورين بحال الشعيرات ولا كيبانوا غلاظ كبار؟ لا شويه ماشي غلاظ بزاف، ولكن شويه ماشي هذوك الشعيرات. واخا بقى عندك الوزن زايد من بعد الولده؟ انا حبيبتي ما عنديش الوزن زائد. ما عندكش الوزن زائد؟ لا ما عنديش. وانتي في النهار واش كتقعدي بزاف ولا بالعكس كتوقفي بزاف؟ انا اصلا كنوقف بزاف، انا خدامه وخدمتي كنوقف كنتحرك. رغم العمل ديالك يعني كتبقاي واقفه لساعات طويله. دكتور عماد، دكتور عماد اشنو نقولوا للحكيمه وماشي للحكيمه في الحقيقه، لكاع الاخوات اللي ربطوا ظهور الدوالي بفتره حمل وما نعم. بعد الحمل نعم. منهم الاخت اللي قالت لك حتى هي ظهروا لها مع الولده يعني
واش الولده كنعرفوا السيده كتقل كيتزاد لها الوزن ربما كيكونوا بعض المشاكل اللي كيظهروا ديال الدوره الدمويه، وهذا الشيء هو اللي كيكون مصدر وسبب لظهور الدوالي. شنو نصيحتك؟ نعم. شنو النصيحه ديالك ليهم؟ نعم. شنو يستعملوا؟ وخاصه ان الدوالي بالنسبه للاخوات اللي كيكون الوزن ديالهم يعني الوزن ديالهم ناقص بزاف، ان كيكونوا رقاقات، وملي كياخذوا الثقل كيوقع عندهم هاد المشاكل ديال الدوالي ما وراء الحمل. اذا علاش كيولي واحد الثقل كبير اللي ما كتستحملوش لينا الرجل ديالنا، وهنا كيولي هاد المشكل هذا. هذا من جهه، من جهه اخرى ان حتى في فتره الحمل كننقصوا بعض الانواع ديال التغذيه، ما كنخليوش التغذيه ديالنا كتكون متوازنه ومقاده، اذا حتى هي كتلعب دور. عاوتاني في فتره الحمل او في فترات اخرى ان كيكون المشكل ديال الفيتامين دي، احنا كنرجعوا عاوتاني للفيتامين دي، لان النقص ديالو كيحيد لينا المرونه ديال العروقه ديالنا وديال ديال الدوره الدمويه باش كتمشي بطريقه طبيعيه. فهادو كلهم مشاكل كيمكن ينتجوا لينا على هذا المشكل. اذا اول نصيحه بعدا الماء بزاف، يطرو نص ديال الماء على الاقل في النهار، يطرو نص حتى لجوج يطرو على الاقل، الماء صافي. باقي كنأكد ما كنديروش شي حاجه اخرى، قهوه ولا مشروب اخر، الماء صافي خصنا على الاقل ناخذ منه يطرو نص في اليوم. هذا من جهه، من جهه اخرى الاحذيه اللي كنلبسوا خاصه الاخوات اللي عندهم الوقيف ضروري ياخذوا دوك الاحذيه اونتي شوك، دوك الاحذيه اللي كيحبسوا لينا دوك الكدمات او داك الثقل اللي كيتحط عليهم. بحال كيستعمل في المجال الطبي اكيد، بحال المجال الطبي كيكونوا عندهم دي سومين دي سومين اللي هما رطبين، ولكن أكيد. في نفس الوقت كيريحوا الرجل اللي كتبقى واقفه. بالفعل بالفعل، لان حلاش الرجل ملي كتتنا كتولي كتهز جوج مرات الثقل ديالها، الوزن اللي كيكون اللي كنكونوا كنوزنوا حنا، هنا كيكون واحد المشكل. بالنسبه اللي با دو كونتونسيون، الاخت اللي سولتنا ليلى سولتنا على الام ديالها اللي عندها المشكل ديال الدوالي. نعم. الام ديالها اللي ساكنه في بني ملال وقالت لنا كتستعمل ليبا، شنو اهميه هاد ليبا؟ ليبا اللي كيكونوا بحال تقاشر طوال وكيكونوا مزيرين، يعني بعض المرات ملي كتلبسهم كتحس بهم كيقصحوك، ولكن كيعطيو واحد الاحساس بالراحه مع نهايه اليوم. شنو النصيحه ديالك دكتور عماد؟ فاننا خصنا نستعملوهم، لان نصبروا لهم ما يجيش الانسان ويشريهم. اكيد انا خصنا يكون باستشاره طبيه، لان الطبيب حتى كتوصل لواحد المرحله معينه عاد كيعطيك ليبا، ما كيعطيش ليبا من الاول. اذا هنا ضروري الاستشاره الطبيه، وايضا لانه القياس كيكون على حسب الوزن أكيد. وكيكون على حسب الدوره ديال الفخذ وديال الساق باش كيجيو هذوك ليبا في القياس ديال القدم باش يريحوها ماشي باش يزمتوها. اكيد بحالهم بحال لي سومي اللي كيداروا اورثوبيديك، يعني كاين بعض الانواع ديال الفرشات اللي كيتصايبوا في الاحذيه اللي كيصايبهم انسان خاص، وخصنا نشوفوا الطبيب. تكلمنا على لا تالاسوثيرابي او العلاج بماء البحر، والان بالنسبه للناس اللي ما عندهمش البحر، شنو هو حمام القدمين اللي ربما تنصحهم به؟ يعني الناس اللي كيوقفوا كثير او كيجلسوا كثير، كاين ايضا الكثير من الاختصاصيين اليوم اللي كينصحوا باستعمال حمام قدمين اللي كيكون فيه قطع ديال الثلج دي غلاسون. نعم. وكدار فيه الملحه، والظاهر انه كيساعد في تنشيط الدوره الدمويه، ويعني لي ريفيتاليزون وكيعطي واحد الراحه. كاين ايضا الاخصائي اللي كيقول لك اودي دير مثلا جوج بانيوات، دير الماء سخون والماء بارد، وانه داك الاختلاف داك لو شوك تيرميك اللي كيوقع هو اللي كينشط. شنو رايك في هذا الشيء دكتور؟ فاكيد فلا كريوثيرابي هي دابا ولات هي لا مود، يعني العلاج بالبروده، غير هي شنو هو السر ديالها؟ هو شحال ديال المده؟ اننا حتى الا درنا رجلينا مثلا في دي غلاسون في الماء بارد ما نفوتوش 10 ديال لي سكوند، يعني واحد جوج ثلاثه اربعه 10 ثواني وكنحيدوا رجلينا، هكا كنستافدوا اكثر. حيت الا فتنا دوك العشر ديال الثواني كنوليو كناثروا على الجهاز العصبي ديالنا، وكنولي كنضروا الراس يعني الداس ديالنا. فهذه ردوا ليها البال، ان التوقيت مهم جدا. والوصفه اللي غنقترح عليهم اليوم غادي نمشيو في نفس السياق ديال لاتالاسوثيرابي، ولكن غنستافدوا بنفس المكونات. اذا هنا غنستعملوا الطيل الاخضر، خل تفاح، اذا الطيل الاخضر وخل التفاح والملحه ديال البحر، او الملحه اللي راه كانت الملحه البحر راه موجوده دابا راه كتباع عند العطارين في المعشابات، ماشي الملحه الحيه. الملحه الحيه عاوتاني كاين فيهم جوج الانواع، يعني كاين سال دو ميغ يعني ديال البحر، وكاينه واحد الملحه اللي كتكون عباره على معدن، يعني كتجبد من 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 دي كارييغ، يعني من كاريانات اللي كيكونوا فيهم هاد الصخور هادو. اذا الوصفه كناخذوا فيها كاس صغير ديال خل التفاح، ومعلقه كبيره ديال الطين الاخضر، ومعلقه صغيره ديال الملحه ديال البحر، معلقه صغيره ديال الملحه ديال البحر، معلقه كبيره ديال الطيل الاخضر، وكاس صغير ديال خل التفاح. تخلطوا هاد المكونات هكاك، ما ديرهم لا في حمام مريم لا والو، يتخلطوا مزيان. تاخذوا واحد القطن وكدوزوا على البلايص اللي عندكم فيهم الدوالي، كدوزوه مزيان، كتخليوه نص ساعه
صافي حتى كيخدم هو الراس وهذا الماسك هذا وكتغسلوه بطريقه عاديه. العمليه كديروها يوميا كل ليله وكتداوموا عليها مده ديال شهر، ومن بعد كتوليو كديروها ثلاثه المرات في الاسبوع مده ديال شهرين، هي 3 شهور في المده ديال العلاج كلها. فهنا كينقص هذه الحده الدوالي، وكل ما حسيتوا ان الدوالي مازال ما تنقصوش بزاف فكتكملوا هذه الوصفه، كيمكن تمشيو بها حتى العام ماشي مشكل. شكرا لك كثير دكتور هيماد على كل النصائح والوصفات ديالك.